أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي يوم أمس إنقاذ أكثر من 70 مهاجراً قبالة سواحل تونس كانوا أبحروا من ليبيا نحو إيطاليا من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. وجرى إنقاذ 70 مهاجراً في المياه التونسية قبالة جزيرة قرقنة بعدما انطلقوا من شواطئ مدينة زوارة ليبيا، فيما كان قاربهم يتعرض لخطر الغرق إثر دخول المياه إليه.